أهلا بحضراتكم من جديد. طلاق الفرار صحيح هو موجود من سنوات طويلة جدا على رأي أستاذ ميشيل، بيقول لي ما هو طالما الإمام مالك وطالما الإمام أبو حنيفة متكلمين عنه ومعرفينه وقايلين آرائهم يعني الفقهية فيه، فإذا هو موجود من أيامهم. بس الفكرة إنه ليه دلوقتي بقى أكثر انتشارا؟ ليه وإحنا يعني زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل على طول عندنا هذا اليقين إنه أصل أنت هتضحك على مين؟ هتضحك على نفسك ولا يعني هتضحك على مين؟ انت بتطلق عشان تهرب او تفر، يعني عشان هو الفرار تفر من ان ترث فيك الزوجة. طب ما انت رايح هتقابل ربنا سبحانه وتعالى هتقول له ايه وانت يعني اتهربت من يعني حق ليها الصراحة كان هي مفروض تاخده. احنا بقى بنتكلم دلوقتي مجتمعيا كظواهر اجتماعية، وبنتكلم قانونا ايه اللي ممكن يحصل يخلي الزوجة تقدر تسترد حقها في ظل القانون اللي هو طبعا مبني على احكام الشريعة الاسلامية. بجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، يا اهلا بيكم. وكان سؤالي لحضرتك موضوع الاهلية، لو الزوج فاقد الاهلية. لا هنا مش هنتكلم بقى في طلاق الفرار، هنتكلم ان الطلاق يقع باطل. يعني هو لو عنده اي مانع من موانع الاهليه فبالتالي كل تصرفاته تقع باطله. فهنا مش هيقع طلاق اصلا، فهي يبقى ليها حق كامل كامل حقوقها في الارث. بس ده ان هي تثبت ان هو كان عنده مرض او عنده مانع من موانع الاهليه وقت الطلاق. ما هي الامراض اللي هي على فراش الموت. طب ثواني، وقت الطلاق انا ما عرفتش هو طلقني امتى، هعمل ايه يعني؟ ازاي يعني فندم؟ ازاي؟ لا هو بيبلغ بلغني بعدها. هو حضرتك بلغني بعدها بفتره، ما عرفتش هو طلقني امتى بالظبط. يعني والمرض ده حاجه ممكن في اسبوع تكتشف وتيجي صح ولا بالزبط. لا انا بناقش معاكم الاحتمالات. لا يعني. لا بس الاحتمالات دي موجوده، لان انا عندي حالات وشكاوى كتير وقصص، يعني عندي قصص مجموعه قصص كتير. من غير ما يقول لي وما عرفتش يطلق وما يقولش، وغالبا بيبقى الطلاق غيابي. يعني غالبا بيبقى طلاق غيابي. بس هو بالنسبه للطلاق الغيابي بقى فهي تارث سنه في الطلاق الغيابي. احنا بنتكلم الحاله الطلاق الفرار اللي بنتكلم فيها ان تكون الطلقه دي الطلقه الثالثه الغيابية التالتة، اللي هي مش ترجع له تاني، اللي هو بيسموها البائنة البينونة الكبرى. طلاق بائن بينونة كبرى. تمام كده؟ فبالتالي مفيش احتمال تاني ان هي ترجع له غير لو كانت تزوجت من اخر. تمام كده؟ فهنا اصبحت بينونة كبرى، فهنا في هذه الحالة بتفقد حقها في الارث منه، بس مش بتفقد حقها الزوجية ما بعد الزواج، ما بعد الطلاق، اللي هي العدة والمتعة والمؤخذ ومالهمش دعوة. بتستفيهم من حقها في الارث او من حق الارث من باقي الورثة. يعني لو كان زوجها طلقها وتوفى بعد يعني خلال شهور العده ولم تثبت حقها في الارث، يعني ده ملوش علاقه خالص بالعده والمتعه والمؤخر، حقها في الطلاق. هي بتاخد الحق ايه؟ هي بتاخد حقوقها الطبيعيه كمطلقه وبتثبت حقوقها ليها حق في الميراث. ده لو كده بقى اي زوجه ممكن تحب لا بالعكس. بس انا هقول لحضرتك تطلق طلاق. لا ما هو لو هي هتندرج عليه، لو هي هتنطبق عليها الحالات الشروط دي، ما هو اللي يضمن ان هو يموت في فتره العده؟ ما ممكن ما يموتش. هي هتعملها ازاي دي؟ والله من المؤسف ان احنا بنتكلم على فكره ان الزوج يموت عشان ترث ولا لا ترث. ما هو لو بيديها حقها من الاول ومراعي ربنا فيها، هي عمرها ما هتفكر في الموضوع ده، تاخد حقها منه ازاي؟ في كل الاحوال بقى طلقها او مطلقها فهي ليها مؤخرها. تستفيد من الارث. تستفيد من الارث. يعني قبل توزيع الارث تعتبر ديون على الارث من كامل الارث. الزوجه سواء طلقت او توفى زوجها فهي بتستحق حقها في المؤخر. فانا ملوش علاقه خالص بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. والحقوق ما بعد الطلاق ملهاش علاقه خالص، كان طلاق فرار من عدمه، هي تستحق عده ومتعه ومؤخر حقوقها الشرعيه ما بعد الطلاق. اما حقها في المؤخر حتى لو ما طلقهاش بتستفيد، لان المؤخر تستفيد عند اجلين، يعني المفروض ان هي ده دين في رقبه الزوج، في رقبه الزوج عند اجلين، ايهما الطلاق او الوفاه. ففي كل الاحوال الطلاق او الوفاه يعني الزوجه تستحق حقها في المؤخر، ده دين في رقبه الزوج، ايهما اقرب دين؟ طبعا الوفاه او الطلاق. نفترض هي على ذمته وتوفى، مفترض بتطلب حقها في المؤخر من اجمالي الارث قبل توزيع الارث، قبل توزيع الاركه. تاخد فلوسها قبل ما يوزع. قبل توزيع التركه طبعا. قبل ما تتوزع طبعا. اي تركه لابد توزيعها الا بعد استيفاء الديون اللي عليها. طيب لو الزوجه زي ما كنا بنقول كده، دكتوره امال، ما عرفتش ان جوزها طلقها. حضرتك تقصدي ان الطلاق تم غيابي؟ ما حضرتك بتقول توقيت الفتره اللي طلقت فيها، او حضرتك بتقول فتره المرض، فانا بقول لك يمكن ما تعرفش اتطلقت امتى، قلت لي ازاي؟ فقلنا لحضرتك انه لا بيحصل ساعات ان زوجه تقول ما بلغهاش اصلا. ما انا ما بتبلغش. بيتفق مع عادي بيتفقوا مع المزوج. انا ما بلغتش. ما عرفتش. في حالات كتير يا فندم لو الطلاق تم
في تاريخ عند المأذون باتمام الطلاق تم امتى. اه صح، لازم يظبط بتاريخ. هي طبعا هي ما اتبلغتش في الوقت ده بس. اه طبعا بس تاريخ عشان كده مش فاهم السؤال. بس انا بقى عايز اقول لحضرتك راحت عننا دي يا استاذ. احنا عايزين دايما لما يكون عندنا ظاهره وبتكتر وشايفين عددها بتكتر نرجع بقى للزوجه دي. انت حضرتك وانت بتختاري، ما غالبا الست دي بتبقى يا مطلقه يا ارمله يا عانس وما خلفتش، يعني كذا حاله يعني. في كل الحالات وانت بتختاري زوج لازم تحسني الاختيار، لان انت زي ما قلت لحضرتك في اول الكلام انت هتقضي معاه وقت، لازم تكوني مطمنه ان الشخصيه دي شخصيه بتعرف ربنا، اهم حاجه يعني، اهم شيء ان هو يعرف ربنا، لان اكيد لو يعرف ربنا عمره ما هيمشي معاها في الطريق للاخر يعني. اكيد يعني بيتحملها بكل ظروفها، مش هي اللي تستحمله بكل ظروفه وبمرضه واللي هتربي ولاده في الاخر. يطلقها يا فندم مش هيظلمها، هي دي الفكره، مش هيظلمها. ولو فكر يطلقها مش هيظلمها. لكن بقول لحضرتك عندي حاله 60 سنه من غير بيت من غير شغل، عشان تشتغل ايه؟ عندها 60 سنه، هو قرر ما عندهاش ولاد وما عندهاش ولاد، هي ما خلفتش هي ربت له ولاده بس وجوزته.